بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نصيحة جديدة من نصائح العشر قبل الامتحان، وهي بعنوان لا تسهر. لا تسهري، لا تسهروا، لا تسهرنا. بصوا أنا جبت جميع، يعني خليت لنا هي مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث. الحقيقة يا شباب فعلا السهر للأسف الشديد طلاب كتيرة بتقع في الفخ ده، طلاب كتيرة جدا في جامعة وفي سنة وفي كل حتة بيقعوا في المشكلة دي، هي مشكلة السهر. السهر وخصوصا بقى قبل الامتحانات، طالب حاسس انه مقصر طول السنه، فبيجي بقى الايه عايز يعوض، يعني فيقوم يعمل ايه بقى، يسهر ويطبق وينام ساعه ونص ولا ساعتين ويقوم، وبتبقى على فكره هو عنده طاقه وحماس كبير جدا ان هو فعلا يخلص. وللاسف ان هو يعني في الاول بيلاقي نفسه بينتج، في الاول انا بقول في الاول، لكن بتكرار السهر بقى يبدا بقى على يعني مشاكل كلها تظهر بقى، مشاكل النسيان، قله التركيز، العصبية الشديدة جدا، الإحساس بالخمول، بطء رد الفعل. دي حقيقة ودي من أكبر مشاكل السهر، بطء رد الفعل. اقرأ كده من مشاكل السهر والعلماء قالوا إيه وعلماء النفس قالوا إيه. قالك إن اللي بيطبق وما بينامش بينام قليل بيحصل له بطء رد الفعل، فدي كارثة، دي مشكلة. انت راح تمتحن امتحان مهم جدا، لازم تكون في احسن حالاتك الجسمية والنفسية والصحية عشان تقدر تنتج، لان العقل السليم في الجسم السليم. انت جسمك مدغدغ من السهر، فده طبعا مشكلة في منتهى الخطورة. ارجو ابناء الطلاب ما يعندوش فيها، وارجو ابناء الطلاب ما يسروش على رأيهم وقولوا بس احنا بنقدر، ما تقلقش يا استاذ، اصلا بيجيليش نوم، انا ما بعرفش انام، انا مش عارف انام. بصوا يا جماعة، مسألة انا مش عارف انام ديت، حتى لو مش عارف تنام ودخلت اوضتك وطفيت النور ومغمض عينيك في الظلام ده نص نوم، ده بيساعد الجسم جدا يقوم بالوظائف حيوية مهمة للغاية. لازم نحترم جسمنا، لازم نديله الراحة. إن لبدنك عليك حقا، ده أمر شرعي، إن لبدنك عليك حقا. فما نجيش نهلك هذا البدن بالسهر والمنبهات، دي من اخطر الامور اللي للاسف الشديد يعني بتروج في قبل ثانويه عامه بالذات. يمكن طلاب كتير بيجوا بقى للمجات القهوه ومش عارف كوبايات شبات الشاي، ويبدا ناس بقى ايه يعني يخترعوا حاجات عشان تنبه. طبعا المسائل دي بترهق الجسد جدا جدا، لدرجه الله زودها ويلجاوا الى الحبوب الرياضيات وبتاع، حبوب منبهة. دي بقى الدمار فعلا، دي بقى النهاية، انك لو عملت كده بص هتفضل لغاية ما تروح الامتحان، ولما تيجي بقى تخش اللجنة حر وسهر، حر وسهر. جماعة انت مش متخيل انت هتبقى عامل ازاي، هتبقى مبرق للورقة وما انتش فاكر حاجة، هتبقى نفسك تكتب ومش عارف تكتب، هتبقى عارف زي اللي عنده والعياذ بالله شلل عقلي، يعني انا اسف التعبير، بس هي فعلا العقل بيحصل له حالة من حالات الشلل. فاقرأ يا جماعة في المواضيع دي، اقرأ عن السهر، خش على جوجل كده وقول مخاطر السهر وشوف كم رابط هيطلع لك وكم واحد متكلم في موضوع السهر ده يا جماعة. فأرجوكوا بلاش العنترية دي، بلاش الإحساس بالفناء من أجل النجاح ده. لازم عشان أوصل لهدفي لازم أكون راكب مركبة تناسب هذا الهدف. أنا رايح مسافر بلد بعيدة، لازم أكون راكب المركبة اللي تناسبها. أنا رايح أعمل عمل مهم، لازم الجسد ده يكون مستعد لهذا العمل. فأبناء الطلاب لا تسهروا. طب نعمل إيه يا أستاذ؟ ما بيجيلناش نوم، قلت تاني أهو، لو نص النوم غمض عينيك صدقني هتروح في النوم، هتقوم شوية وتنام شوية، القلق طبيعي، ده كل ده طبيعي. وبعدين يا شباب بجد من ضمن الحاجات اللي تساعدك على النوم دعاء النوم. النبي صلى الله عليه وسلم راح له احد الصحابه وقال له يا رسول الله ارقت، اشتكي الارق، يعني انا ما بعرفش، مش عارف انام يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات، قال اذا اويت الى فراشك فقل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت حي قيوم لا تاخذك سنه ولا نوم اللهم اهد ليلي وانم عيني.
ما أطيب كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الواحد أنا شخصيا لما بيجيني حالة أرق أو أي حد أقول له الكلمات دي، صدقني ما كررها بقى، كررها تلاقي نفسك رحت في النوم. كررها واستسلم كده، وسيب قلبك لله، وسيب عقلك لله، وسيبك بقى من إنك شوية كل شوية تقوم بقى فتح النور جاري وفتح بتاع المذكرة وقام تاني. عارف أنت العفريت اللي بيطلع ده، تقوم جاري فتح المذكرة لا خلاص إيه اهمد بقى، أو اكتب كده نفسي. يعني طالب بيقول لي إيه، أنا طالب أنا كاتب قدامي أستاذ كده ورقة كده على الحيطة اتخمد. هي صحيح كلمة صعبة شوية، بس فعلا نخمد يعني نهمد شوية زي ما بيقولوا، يعني علشان ما نرهقش نفسنا. شباب كمان من ضمن علاج السهر انك انت قوم بدري غصب عنك بقى، معلش تتعكنن شوية وتتنكد شوية، معلش يا سيدي، بس هتتظبط نومك. ابدأ او لو عايز تعكس نومك بقى طبق يوم واحد، يعني انا اللي بقول لك اه تعالى يوم طبق للتاني يوم، بس ما تنامش بقى الظهر ولا العصر، لا فعلا حاول تنام على المغرب كده، صلي او هات العشاء ونام، او لو نمت المغرب قوم قبل الفجر بساعتين كده الحق العشاء وكمل، هتلاقي نفسك بدأ يومك. فانت لو طبقت يومين ورا بعض هتلاقي نفسك انت طبقت، او انت عفوا انت عدلت نومك. فدي حته مهمه جدا، ودي من اساسيات الانتصار في المعركه الاولى في لجنة العربي، من أساسيات الانتصار إنك تروح مخك نايم ومدي فرصة لجسمك إنه مرتاح. 6 ساعات حلوة قوي نوم، مش أقل من كده. العلماء كلهم بيقولوا من 6 لـ 8 ساعات ده النوم الطبيعي يا سيدي، أنت في حالة طوارئ وفي حالة مذاكرة. واللي صدقني اللي بتقضيه في السهر وفاكره هو ده اللي هيعوضك، والله هيضيع الوقت أكتر وأكتر. فأبناء الطلاب أرجو الالتزام ب نصائح الخبراء ونصائح الأطباء، وأرجو أن احنا يعني نأخذ بكل ما يوصلنا إلى النجاح. وأنا قلت الكلام ده عشان أولياء الأمور يقولوا هو شفت الأستاذ بيقول لك نام أهو. أنا جبتها كده دليل أهو، معلش بقى أنا كده المرة ده أنا مع أولياء الأمور، أنا جبتها دليل أهو عشان يفتحوا الفيديو يقول لك شفت أهو الأستاذ قال لك نام أهو ولازم تنام أهو. أبناء الطلاب يا رب يهدي بالكم ويصلح حالكم إن شاء الله رب العالمين. واللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم اهدي ليلي وأنم عيني. أبناء الطلاب أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.